الذي هدانا للإسلام ورضيه لنا دينه وهدانا إليه صراطا مستقيما أحمده سبحانه أن فضل هذا اليوم على سائر الأيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جامع الناس ليوم لا ريب فيه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد ولد إبراهيم الخليل وخير نسل الذبيح إسماعيل خير من حج واعتمر وبين الأحكام وعلم الناس المناسك فقال خذوا عني مناسككم الله أكبر 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 اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم عبدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد فيا أمة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فتقربوا إليه بصالح الأعمال وأقيموا الدين لله وتعاونوا على البر والتقوى وأحسنوا إلى ذوي الحاجة والأرامل واليتامى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلما أحرم الحجاج والمعتمرون من الميقات وكلما توجهوا من مكة إلى منى وعرفات الله أكبر كلما هلل مهلل وكبر وكلما سيقت الأنعام إلى المنحر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة أحيوا سنة أبيكم إبراهيم الخليل عليه السلام وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بذبح الأضاحي في هذا اليوم العظيم الأغر يوم الحج والتج يوم الحج الأكبر وقد أمر الله تبارك وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل فامتثل أمر ربه طائعا وقال يا بني اذهب بنا نتقرب إلى الله قربانا فقال سمعا وطاعة منفذا لأمر ربه
ثم شد حزامه وأخذ مدية وحبلا وتبع والده عليهما السلام وهو لا يشعر أنه هو الذبيح، فتوجه به الخليل إلى المنحر. فعرض الشيطان للخليل ليرده عما عزم عليه من أمر الله، فانتهره الخليل فأدبر. فذهب إلى أم إسماعيل فقال لها: إن إبراهيم يريد أن يذبح ابنك. فلم تعبأ بقوله وفوضت أمرها إلى الله تبارك وتعالى. ثم تعرض الشيطان لإسماعيل وهو يمشي خلف والده وقال له: إن أباك يريد ذبحك هنا. فقال إسماعيل: أيفعل ذلك أبي من قبل نفسه؟ فقال: يعزو أن ربه أمره بذلك. فقال الغلام: سمعا وطاعة لأمر الله. ولما خلى الخليل عليه السلام بولده إلى شعب الشبير أطلعه على أمر الله وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فقال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما أسلم وتله للجبين وأخذ المدية، نزل الأمين جبريل عليه السلام بكبش أبلح من الجنة فداء إسماعيل. وناداه الحق تبارك وتعالى: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وحمد الله على فضله وأسرع إلى الفداء وسمى الله وكبر: بسم الله الله أكبر، وذبحه. فعظم بذلك من الله، وصارت الأضحية سنة إبراهيم الخليل ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأول وقت الذبح بعد صلاة العيد وثلاثة أيام بعده. والسنة أن يهدي من الأضاحي الثلث ويتصدق بالثلث ويأكل الثلث، وإن أكل أكثرها فلا بأس عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن الله يبعث الأموات ويجمعهم ليوم الميقات، ويزن أعمالهم وزنا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فعليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام واحترام العلماء والصالحين والعطف على الغرباء واليتامى والمستضعفين والإحسان إلى كافة الناس، إن الله يحب المحسنين. أعاد الله علينا وعليكم من بركات هذا العيد، وآمنا وإياكم من هول يوم القيامة الوعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر،
كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين الحمد لله الذي وفق الحجاج المسيح حتى شاهدوا الكعبة البهية وحطمت ذنوبهم ونالوا المواهب السرية وضجوا بالتلبية إجابة لأذان إبراهيم الخليل في البرية وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للإنسانية وعلى آل بيته الطيبين الذين اهتموا بهداية البشرية الله أكبر 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 ثم أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل فتدبروا قوله جل جلاله في التنزيل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أيها الإخوة لقد فرض الله الحج على الأمة الإسلامية بهذه الآية في السنة الخامسة من الهجرة وخصص فرضيته على من استطاع إليه سبيلا ومنذ أن فرض الله الحج على الأمة الإسلامية أصبحت أعداد الحجيج إلى البيت الحرام تزداد عاما بعد عام حتى بلغ العدد في هذا العام حسب الهيئة العامة للإحصاء إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى مكة المكرمة 2,489,406 حجيج جعل الله حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا كما روى الإمام أبو عيسى الترمذي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
وسلم على سيدنا محمد الذي اتضح به الحق في المغارب والمشارق، وعلى آله ما لاح وميض بارق، وعلى الخليفة من بعد المختار، وأكمل المهاجرين والأنصار، ثاني اثنين إذ هما بالغار، خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق، الثابت في الضيق، خليفة رسولك سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى أعدل الأصحاب وزبدة الأحباب، الناطق بالحق والصواب، من له الفضائل من كل باب، الذي رأيه موافق للكتاب، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى ذي النورين الذي هاجر الهجرتين، الشهيد المشهود باليقين، المعتزل عن الفتن في الدين، محيي الليالي بتلاوة القرآن، أمير المؤمنين حبيب الرحمن، سيدنا عثمان بن عفان، وعلى الزاهد الولي صاحب العضد القوي، حامل اللواء المحمدي، مظهر العجائب، أنيس النبي في النوائب، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى السيدين السعيدين الشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى الشيخين المكرمين المطهرين من الأكناس سيدنا الحمزة وسيدنا العباس، وعلى أزواج نبيك المطهرات، وعلى فرق المهاجرين والأنصار، وتابعهم الأبرار المتقين الأخيار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والزوار والمسافرين في بردك وبحرك وجوك من المسلمين أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والجذب والحرب والقحط والطعن والطاعون والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير.